شاو عليكم. النهاردة هنروح نزور حتة اسمها أو بلد اسمها أناني في فروزينوني، ودي بعيدة تقريباً 40 كيلومتر عن روما. وهقسم الزيارة ديت لثلاث فيديوهات. الفيديو الأولاني اللي هو الفيديو ده وهحكي فيه إيه اللي بيحصل بالضبط في الزيارة، وتاني فيديو هيكون المسيرات والاحتفالات، وتالت فيديو عبارة عن المسابقة. أنا هتكلم وهحكي في الفيديو ده عشان مش هقدر أتكلم في الفيديوهين التانيين، لأن هيبقى فيه الاحتفال وهو عبارة عن موسيقى وبيمشوا في الشوارع، وتالت فيديو عبارة عن المسابقة اللي هي الفارس بيرمي الرمح وهو على الحصان بتاعه. طيب أنا رحت المكان ده، والفيديو ده أنا هحكي لكم بالملخص اللي هيحصل في الفيديوهين التانيين. أول فيديو اللي هو ده، أنا رحت في الميدان واتمشيت فيه لغاية ما وصلنا للشارع. الشارع اللي بتقوم من عنده المسيرات والاحتفالات، وهو دوت الفيديو التاني. بعد كده بعد ما خلصت كل المسيرات رحنا لشارع تاني اللي فيه بقى المسابقة والمبارزة، وده هيبقى في الفيديو التالت. الاحتفال ده بيستحضر أجواء العصور الوسطى وعصر تحدي الفرسان بعضها البعض في المبارزة. هنا وصلت بلدة أناني اللي بيحصل فيها الاحتفال في شهر سبتمبر من كل سنة لتكريم القديس مانيو شفيع البلدة. وهنا ابتديت اليوم في الميدان الرئيسي اللي هو ميدان كافور، بوريكم دلوقتي الميدان كله اللي فيه كمان النصب التذكاري اللي مكتوب عليه للمواطنون في الذكرى 50 للتفجير يتذكرون ضحاياهم. وإحنا بنتفرج على البلد هكلمكم شوية عن الاحتفالات. هي عبارة عن مسيرات لممثلي مناطق أناني الثمانية اللي بتعد المركز التاريخي، بيبقوا مرتدين أزياء فولكلورية مستوحاة من أبطال تاريخ المدينة، وفي نهاية أيام المسيرات اللي هي بتستمر تقريبا لمدة 10 أيام بتتجمع جميع المقاطعات للموكب النهائي، وده بيكون الفيديو الثاني، وبعدين مسابقة الخيل بمسابقة الحلبة، وده يبقى الفيديو الثالث. وبكده الفيديو الثاني بيبتدي بثمان مواكب اللي بيمثلوا ثمان مناطق بلدة أناني بملابسهم اللي بتمثل منطقتهم، وكل موكب بيعدي بيبقى ماسك العلم بتاعه وبعد كده بمزجته الخاصة بيه، وبعد كده بيجي الموكب الثاني بالعلم بتاعه بمزجته الخاصة بتاعته، وهكذا لغاية ما الثمان مواكب تمشي. وبنشوف مشاهد فولكلورية بأزياء من العصور الوسطى. أما الفيديو الثالث فهو مسابقة الرماية، اللي الحدث ده أصبح تقليداً لبلدة أناني، والمسابقة عبارة عن أن الفارس بيخش على فرسه وبعدين بيستلم الرمح بتاعه اللي هيرمي بيه عشان تقوم المسابقة، أنهم بيعدوا الرمح وهو الفرس بيجري من الحلقة. الحلقة هي عشان كده مسمية بمسابقة الحلقة. بيخشوا خمس مرات، أول مرة بس عشان بتبقى بروفا. وبكده كل فارس معاه الرمح الرماية بتاعه، فأول مرة بيخشوا بيعملوا بروفا علشان يقدروا يقيسوا الأفريج بتاع الوقت، وعلى أساسها بيحطوا كام ثانية المفروض الفارس يرمي الرمح ويدخل جوه الحلقة. شايفين عامل زي خيال المئات اللي ورا الحصان ده دلوقتي، هو دوت الحلقة اللي المفروض الفارس وهو بيجري على الفرس بتاعه يدخل الرمح جوه الحلقة دي. وبعد البروفا بيخشوا أربع مرات تانين أو أربع بيسموها منشات. المنش الأول بتتحسب 2 points وديت الحلقة بتبقى كبيرة، لكن في المنش التاني الحلقة بتصغر وبتتحسب 4 points، وفي المنش التالت الحلقة بتصغر أكتر وبتبقى 6 points، وآخر واحد اللي هو رابع منش بيبقى بتحسب 9 points والحلقة بتبقى صغيرة جدا. اللي ما بيكسبش خلال المنشات بيكمل مش بيطلع لغاية ما بيقيسوا كل البوينتس بتاعته اللي هو حققها في الآخر، وهو ده اللي بيبقى فايز الفارس اللي بيمثل منطقته.
وهنا الرمح دخل في الحلقة في الثواني المفروض يخش فيها، فاترفع العلم الأخضر، لكن لما العلم الأحمر يطلع ده معناه أنه ما دخلهاش أو دخلها في الثواني أكتر من المفروض فيها. وهنا خلص الفيديو دوت، وكان نبذة عن اللي هيحصل في الفيديوهين الجايين، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير ولايك، واستنوني في الفيديو التاني عشان نشوف الاحتفال والمسيرات والمزيكا الجميلة اللي هنشاهدها في كارمن في إيطاليا.